2012 عملنا مثل هيك تجربة صغيرة، فتحنا كافيه أنا وصديق اسمه أنس هو هلا بمصر. سميناها كاريوكي، كان فيها هيك ستاج صغير وعشرين طاولة كبار هيك إنه طبعا هي المشروع كان إنه خلينا نقول 60% موسيقي و 40% هو مشروع شغل يعني بزنس. بس اللطيف كان فيه إنه كان هو ستيج مفتوح لأي شخص بالله يعبره إنه يطلع يغني، في جيتار، في مايكات، في امبليفاير، في ميكسر، في كل شيء موجود. أي شخص حابب إنه يطلع يشتغل أو يطلع صاروخ هلا طعم طلع اسمعنا صاروخ صرخة. في حالات بالمشفى في خير. كنا جايين من أمس مشان نحضر الحفل اليوم. هو عبارة عن آخر محل موجود بحلب كلها إنه لسه الميتال ميوزيك ألايف. على حدود ثانية بالمدينة صار على حدود يعني عم نمشي نطلع كل واحد فينا من بيته الصبح، لما عم برجع على البيت عم بيقولوا له الحمد لله على السلامة. هاي منيحة بحد ذاتها. يعني الوضع هلا كونه صبح شوي نوعا ما آمن نسبيا. طبعا إلا إنه ينزل هوا من فوقك هذا يعني دايما. فلحظت وصلها مكان التفجير، طبعا المعالم كانت متغيرة تماما. أنا ما كنت تعرف من هون المدرسة أو هون الساحة أو حتى من هون الضيعة، أنا ما عرفت أنا وين. ممكن ترجع تحمل الجيتار هالوقت هذا مو بسمع لكن معرض انتهي بأي لحظة يعني وظيفة رصاصة أو أي شيء ما كنا واقفين مثلا فوق عم نشم هوا عند الاستوديو تنزل رصاصة جنبنا فمعرض يعني لأي شيء طبعا قد ما انت أخذت احتياطاتك وما رحت من هون وما مرقت من هون إلى آخره معرض بأي لحظة إنه وظيفة رصاصة أي شيء تشتاق لهي الأصوات؟ لا منه هاي شهر ما هشتاق لها منه صرت مثلا انت بتنزعج من صوت الضرب اللي حواليك بتخاف كذا بدك تفضي هذا الشعور انه خايف تروح تعزم اوكي جات ما في اكل بدك تسكت جوتك تنهي بدك تلي حالك فعلا هو شيء بضحك يعني بنفس الوقت بيبكي يعني كنا من جوا مثلا اوكي ماشي شو بدنا نعمل نروح نعزل بس نلهي حالنا عن الموضوع لانه ما فينا نطلع هلا ليش؟ لانه شغال خبيث برضه هذا الحكي صار سنتين بالنهاية يعني كيف بتمثل انه هاي الطريقة اللي عشت بيها
فريقا بالنسبة لي يعني فريقا اللي عشت بيها وفريقا راح أكمل حياتي بيها مهما كانت مدة حياتي المتبقية في اليوم في الشهر في السنة.